انه وقت في هيك بحب استعجب بصير انه بشعر بالحماس يعني بنبسط كثير بروح عند رفقاتي فيو انا بقول لهم يلا قوموا خلونا نروح على الخيمه بدنا ندرس ونلعب في يعني هيك بحس بالنشاط حابين نطلع هيك نحس بالامان هون ما حسينا بالامان وما بنعرف انه ايمتى رح نحس بالامان ومستقبلنا لقدام انه ندرس ونتعلم ونكون احسن نتطور يعني انا املي انه حابه اتعلم حابه ادرس حابه اعيش بامان انه ما احس ما نسمع صوت انفجارات او شيء يعني. ما بعمل شيء لهيك بحب اجي على هي الخيمه كثير بحب اجي عليا لان بحس بالامان كل يوم بيجي لهون بحب كثير المدرسة بنلعب فيها بناخذ انجليزي بنعمل صوف بنرسم بنقعد انه بننبسط بنلعب زيب زعب زو وبنقعد بنحكي مع الانسات ومسلمان وبحب الانسة ميرفت والانسة اليس فيها الانسات بيطلعونا اذا كان شي وحدة مزعوجة بيطلعوها وبيحكوا معها وبينقوها كثير منبسط يعني انا بحب كل يوم كل يوم اجي عليا يعني في كثير شغلات منبسط فيها هون انا بحب اجي لهون لان لحالي بالخيمه يعني بكل شيء نحن مع بعض يعني هون بحس بالامان كثير كثير